السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجا منيون. رحب بكم أصدقائنا على قناتنا، معاكم أخوكم مهند. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بفيديو جديد عن لعبة كاسل كراش. اليوم الفيديو راح يكون منوع بين خطط الزعماء، وراح أتكلم عن البطولة اللي راح نذكرها وراح نعملها بين المتابعين. لكن اتمنى اذا ما كنت مشترك معنا في القناة انك تشترك وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وايضا يا احبائنا يا اصدقائنا الطيبين، لا تدعوا فيديوهاتنا تلهيكم عن واجباتكم الدينية والدنيوية، وخلوكم ويانا. اليوم الفيديو راح اتكلم عن البطوله يا جماعه، وكذا راح اتكلم اشرح لكم اوضح لكم عن البطوله كيف راح تصير. لذلك راح ناخذ خطه او خطتين فقط من خطط الزعماء وكذا، يعني في نهايه الفيديو. لكن لازم الان نشرح كيف راح تصير هي هذه البطوله. البطوله مثل ما قررنا انه هي راح تكون في يوم 1/8، فلذلك يعني اللي يريد يشارك لازم يجي في يوم 1/8 الساعة 12 بالليل بتوقيت السعودية. لذلك صراحة عندي فكرتين للاشتراك، فاللي يريد يشارك يعني كيف، يعني اللي يريد يشارك وكذا يضع اسمه في المنتدى وكذا او على هذا الفيديو، او هناك فكرة ثانية انه على القبيلة، يعني يكون على القبيلة. فصراحة للآن أنا يعني محتار. هي في الحالتين يا جماعة انه البطولة ما راح تنتهي في فيديو واحد، يعني على القناة راح نحتاج انه نسوي تقريبا 5 فيديوهات او اكثر من 5 فيديوهات لاجل انه تنتهي البطولة، يعني حسب اللي راح يشتركون معنا. طريقة الاشتراك اتمنى انه انتم تقترحوها ونشوف، يعني الاكثر يقترح راح نسوي الاقتراح مالته. بالنسبة لوقت البطولة صراحة الى الان هي ب 12، انا ما راح اقدر اغير هذا الوقت، مثل ما تعرفون انا جالس اشتغل وكذا فما اقدر اغير هذا الوقت. هذا الوقت تقريبا هو اكثر وقت مناسب الي، فصراحة الشغل ما يرحم. مثل ما تشوفون هنا يا جماعة، شوف حتى ايدي تشكشكت بسبب العمل. الله يعين الجميع. اللي ما يقدر يشارك يا جماعة خلاص اكتفي بالمشاهدة، اتمنى يكون الفكرة وصلت. ايضا خلونا ندخل ونشرح لكم كيف راح تكون البطولة. البطولة راح تكون يعني حسب عدد المشتركين، فتقريبا راح ناخذ العدد الافتراضي للمشتركين هو 50 شخص. فاذا كان عندنا 50 شخص راح تكون عبارة عن مجموعات، كل مجموعة راح يكون فيها 5 أشخاص. طبعا هذه ال5 أشخاص راح يكون بشكل عشوائي، أنا عندي برنامج يقسم الأشخاص على مجموعات، أنا أحدد له عدد المجموعة. فتقريبا راح أخلي يعني كل 5 أشخاص في مجموعة واحدة، الأربع أشخاص راح يلعبون بيناتهم فيصعدون للبطولة، راح يصيرون 3 عندنا في المجموعة الواحدة. بعدين هذول 3 راح 2 يلعبون مع بعض، والفائز راح يلعب مع الاخير لاجل انه يخرج لنا 1 فقط في المجموعة. فبهذه الطريقة راح نحصل لنا على 10 اشخاص راح يفوزون ويصعدون للبطولة. البطولة النهائية واللي راح تكون يعني تشبه مع كرة القدم وكذا، راح يتقاتلون يا جماعة ال10 اشخاص اللي فازوا بالمجموعات، يتقاتلون مع بعض، وبالنهاية راح يكون عندنا فائز واحد. هذا الفائز الاخير راح نشحل 10 دولارات على حسابه في اللعبة. اتمنى يا جماعة يعني تكون الفكرة وصلت. اذا عندكم اقتراحات على البطولة او افكار يعني تشوفوها انه افضل من هذه الفكرة، فعادي اكتبونا يا جماعة، اكتبونا وان شاء الله راح اقراها، وانا اشوف يعني ايها الافضل، يعني ان شاء الله تكون يعني افكاركم افضل من افكاري واستفيد من عندكم يا جماعة. طيب يا جماعة لاجل ما نطول الشرح في البطولة وكذا، خلونا ننتقل الى خطط الزعماء وناخذ معنا اول خطة. طيب يا جماعة معنا الاخ رمزي عصفور، يقول خطتي هي كالتالي: 2 مانا 2 رياح والمتحول والملاك والاخ الاخ الاخ الاخ، وبعدين يقول وشكرا. عفوا حبيبي عفوا، يعني المفروض احنا نقول لك شكرا على الخطة لانك شاركت معنا وكذا، لكن خلاص بما انك قلت شكرا فخلاص هذه مني لك عفوا. فخلوني يا جماعة اضبط الخطة وارجع لكم. يا جماعة مثل ما تشوفون حاليا هذه هي خطة خوينا، فخلوني اجربها. صراحة ما راح اقدر اجربها على القبيلة، يعني العب مع الاعضاء وكذا، لان اول شيء الحلقة يعني ما كنت ذاكرة انه راح اسوي الحلقة اليوم وكذا، وايضا يعني ما اقدر اوعدكم بعد على وقت محدد لعمل الحلقة، دائما هي الحلقة نعملها بساعة 12 وكذا، واكتب بالقبيلة اذا في احد لاجل انه العب معاه، لكن حاليا واضح انه ما في احد.
خلونا نجرب هذه الخطة يا جماعة أونلاين. دخل معانا واحد برازيلي، ماني عارف من هو هذا البرازيلي، حتى ما عنده قبيلة يا جماعة، يعني طالع من شق حائط كذا، يعني احنا نقول عليه. فخلونا نجرب يا جماعة الخطة، يا رب انه تضبط معانا. صراحة ما اقدر بعد اوعدكم على وقت خطط الزعماء وكذا، واقول لكم انه بهذا اليوم مثلا اسوي خطط الزعماء. يس يس، جيد 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 جيد، فاهمين كيف يا جماعة؟ فما راح اقدر بعد يعني اوعدكم خلاص، لان صراحة ما اعرف الوقت المناسب الي، يعني اتوقع صار لي اسبوع انتظر لاجل انه يكون عندي هذا اليوم المناسب، يعني فاهمين كيف؟ خلاص اقتلهم خلاص، كذا انهي الموضوع، لا تظلون تقمزون. جيد جيد، خلاص يا جماعة خلاص، فزنا فزنا، يس فزنا. اطلع برا، برازيلي ارجنتيني، اتوقع الصوت شوية كان عالي فاعذروني على هاي الجولة، يعني كان الصوت عالي. صراحة اشكرك اخوي رمزي عصفور على الخطة، صراحة كانت خطة ناجحة وكذا، انا يعني ماني عارف، اتوقع اذا عدت ولعبتها من جديد راح اخسر، فخلاص نكتفي بلعبة واحدة، بما انه احنا فزنا فخلونا فايزين. طيب يا جماعة خلونا نشوف الخطة اللي بعدها. في اكو عدة اشخاص الصراحة ما كنت فاهم الخطة مالتهم، فكتبت لهم انه ان شاء الله في الحلقة القادمة راح اخذ خطتكم، لان انا الصراحة مريت عليهم وكنت بوقتها يعني عندي خطأ، انا خطأت الصراحة من عندي، فخلاص ان شاء الله هذه المرة راح اخذ الخطة، خلوكم ويانا خلينا ناخذ الخطة الثانية. طيب يا جماعة معنا الاخ إلز بي جي اتش، صراحة ما عرفت تلفظ اسمه لكني اتوقع كذا هو اسمه، يقول قزمان وآلتان لقذف الحصار وطق سامانا وحاملا الراية وحاصدا الارواح ومنجنيق وملك الجماجم وبطاقتا الغضب. صراحة راح تقولون ليش قرأت الخطة كلها، دائما تقول الخ الخ الخ. في الفيديو الماضي شفت هذه الخطة يعني امامي فقرأتها، فما انتبهت انه الاخ يعني فصيح جدا جدا، بحيث انه كاتب لي بالفصحى، حتى ما كاتب يعني اثنين حاملة راية، كاتب حاملة راية، فشفتوا كيف يعني كان لعب علي صراحة، لعب علي، هاي لعبتك، ها اعرفك يا حبيبي اعرفك. المهم كتبت لاني انه خطتك ناقصة وكذا، قال لي لا يا حبيبي انت ما تعرف تقرأ، تعال اعلمك القراية تعال. لا صراحة خجلني جدا جدا، فلذلك قلت له خلاص الخطأ من عندي، وان شاء الله هاي الحلقة اخذها، وفعلا اخذتها امامكم. فخلونا نجرب الخطة رغم انه حاليا هي ضعيفة، يعني كنت اتمنى انه العبها في كنت اتمنى انه العبها في القبيلة، لكن خلاص راح نلعبها ونجربها، يا رب راح تضبط معانا. صراحة يا جماعة الخطة شوية غريبة، ماني فاهم على الخطة، لكن أتمنى تكون مضبوطة. خلونا نجرب يا جماعة، ما نكثر حكي وخلونا نقول يلا بينا، خلونا نتقدم. طبعا احنا هسه حاليا احنا اصلا بداخل الحرب، خلونا نتقدم يا جماعة، خلونا نتقدم. طيب يا حبيبي اتمنى ما اكو شيء، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خلاص انسحقنا يا جماعة انسحقنا، شكرا على السحقة. طيب ما هي مشكلة، أتوقع يعني نقدر نتقدم، لا خلاص ما جت الضربة عدله. صراحة الخطة غريبة، يعني ماني عارف كيف يعني كذا وجت بباله كذا خطة، صراحة جدا غريبة، يعني ماني عارف على شنو جالس يعتمد. صراحة مثل ما تشوفون يا جماعة صراحة الخطة شوية غريبة، يعني طيب إذا أنت تعتمد يعني على حامل الراية وكذا، ليش حاطط ملك الجماجم في الخطة؟ صراحة ماني عارف، اتوقع هو عنده يعني الخطة تضبط اكثر. بالنسبة لي صراحة ما احب خطط السريعة، لان يعني دائما ما تضبط معي،
اغلب المرات ما تضبط معي الخطط السريعه. فالمهم يا جماعه اشكر صراحه على هاي الخطه، جزاك الله خير. اتمنى يا جماعه يعني تجربوها وتشوفون صراحه يعني شو رايكم بهاي الخطه. طيب يا جماعه الخير، لاجل ما نطول الفيديو اكثر انا ايضا اتاخرت وكذا، فخلونا يا جماعه نقف هنا ان شاء الله، وان شاء الله في ايام المقبله راح ناخذ خطط اكثر واكثر ونجرب باقي الخطط. طيب يا جماعه الخير، هذا اللي كان عندنا اليوم، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتجنب مرض كورونا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايبو، لايكو، كومنتو، واغسل يديك قبل الأكل وبعدها، ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات.